انتم تشوفين قصص ارتشي علي وهاني هنا طبيعة الحال تفرج شوف الفيلم ديال فراق وسميتو لما كان تحت السيطرة مسلسل هو تحت السيطرة علي وهانيا يعني لما كانوا مع بعض بضريبة كده بيضربوا مع بعض. السلام عليكم شباب ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة معكم فريق حسن في فيديو جديد ورياكشن جديدة. الجوكر نزل تراك البارح بقينا بنستنى بس تأخر انا جيت دلوقتي من الشغل ولقيته انه نزل تراك الصبح يعني بدري لقينا التراك نازل ديس تراك بطبيعة الحال يلا نشوفوا التراك هذا اللي كتير كانوا بيستنوا هذا الرد هذا على ابي يوسف يلا نشوفوا التراك يا شباب ليتس جو شوفوا جوكر تراك بتاعو وبشكر كل الشباب على التعليقات اللي بتحطوها عليا على الفيديوهات شكرا لكم كثير وشكرا لكم على الدعم لهذه القناه هذه شكرا لكم شكرا الله نشوفوا الجوكر اخويا جو جو الثالثه ممكن عصام الشوال يا معلم يلا ليتس جو بس قبل ما نضغط على بلاي ما تنسوش تعملوا لنا اشتراك لو عجبك الفيديو ولايك واعطونا رايكم اعطونا رايكم في هذا البيف هذا العالمي المصري اللي نازل في الشتاء هذا يعني الشتاء نازله بدسات كلها حلوه وحنا كجمهور لازم نستمتع في هذه الفتره هذه عشان البيف بيكون دائما فيه يعني ليريكس كويس وموسيقى كويسه يعني اي رابر بيبغي يحط ما عنده في التراك بتاعه يلا عشان ما نطولوش ليتس جو برو الجوكر عند هاوس مان ممكن الثالثة ممكن الثالثة برشا برشا يلا يس هذا مجدي أفشا داك شي كلاسيك المينياتير وي ابن الزمالك اللي جالنا شبرا يعيش من الاشقيه عشان يتحيى ما فينا وقلب ربع شبراويه دلوقتي غايب ابن يرفع عينه فيها نسمى قلنا سنتيل ب 500 بلاتي 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 استنى 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 مستر جوكر يا جوكر ابن شبرا يمكن على بيوسف بيوسف من شبرا حتى الجوكر قهراوي من القاهره يعني يا Come on man ابن الزمالك اللي جالنا شبرا يعيش من الاشقيه عشان يتحيى ما فينا وقلب ربع شبراويه قال لك ابن شبرا اللي جاء عندنا يعني يتحامى فينا يعني ابي يوسف يعني جاء عندهم عشان ياخذ التعليمات ويتعلم يعني يتعلم من الشبراويه يعني من شبرا يا سلام عليك الوقت غايب بيرفع عينه فيها نسمى قلنا سنتيل ب 500 وبقينا بنبعت له تيكا ونوصي عليه مخصوص ما هو مش عشان عبيط يفتش وفي فلوس من 1000 نوت بو 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 ايش هذا الوقت غايب بيرفع عينه فيها نسمى قلنا سنتيل ب 500 وبقينا بنبعت له تيكا ونوصي عليه مخصوص ما هو مش عشان عبيط يفتش وفي فلوس من 2012 قال كان بيبعتوا له يعني شخص اسمه تاتا ولا هذا بي هو اللي بيجيبه يعني عشان ما عارفين انتم لما تدخل شي حاره وانت مش معروف فيها بيجيو لك هذوك اصحاب الحاره يعني يقدروا يقلبوك يقدروا يتبثوك زي ما بتقولوا اي حاجه يقدروا يعملوها لك يعني ابي يوسف كان بيجي عند الحاره بتاع الجوكر ياس كل خرب مفوز اللي خلى حلمك تعمل بطه مش ابي يوسف حرقت وقتك وجهك على التلامس وجهك بعد كل فركش كان بيبان عليك الحزن صرا قلت لكم ما تسمعوا موسيقى فهاد البيف كله هاد البيف هذا حاني نسمع موسيقى روعه تشوف ليا ليريكس اللي بيحط الشاعر هذا وبوخ وقت التنبيع لوخ من بعد كل واحد بعد فترة وبين فوقك لا وتقنى بص من اللي بعيد من اللي استنى شوفك درجة في سلم كل مبتدئ في مجالنا ومش بلومهم في طريق المجد لكل شيخ طريقة لمبة لمبة يجيبهم ابيض هيقول انه مش بيطيقة تصبح واضح انه شطب بس عايز يزود ضريب بو 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 وقت التنبيع لوخ من بعد كل واحد بعد فترة وبين فوقك لا وتقنى بص من قال لي النفاق يعني بيقول لابي يوسف يعني نفاق انا ما عرفتش بس واش كانوا صحاب عشان كنا عارفين انه كان تم بينهم صلح بس بعدين الجوكر نزل
ديستراك يعني مفيش يعني كلام ده ديال اننا تصالحنا ولا حاجه. اي من اللي استنى شوف الضرب في سلم كل مبتدئ في مجالنا ومش بلومهم في طريق المجد لكل شخص طريقه لمبه لمبه يجيبهم ابيض هيقول انه مش بيطيقه اصبح واضح انه شطب بس عايز يزود طريق التوكاتو بتاعي. قال لك هنا بيقول ابي يوسف يعني يمكن شطب يعني يمكن خلص يعني الكارير بتاع ابي يوسف يعني ما بقاش حاجه يضيفها يعني في الراب سين المصري شطب عشان كده بيعمل يعني دسات لنساني عشان يجيب فيوز مثلا ولا مهم. وهذا الفلسفه بتاع الجوكر يعني الشاعر اخويا في اللايف اخر فايت وفي البيفات مطايت مش جاي تنافس انت جاي تاخد كام لاين ومحروق عشان دخلت. شفت قال لي يعني ما جايبش ولا حاجه يعني في التيك توك يعني واخد لك حاجه كده يعني بتجيب اي حاجه عشان تاخد لك كام لاين يعني كام سطر. بو اني ما تاثرتش عمري ما اعتمدتك جدنا شبرا ما تشفرتش قلت لي هرد قلت ضحكت ما توترتش قلت لك يعني جيت الشبرا يعني وما قمتش معانا يعني جيت الشبرا عشان تتعلم تقمد يعني تبقى زي ما هو يمكن اصطبا يبقى راجل بس ما طلعش راجل يعني بس هو يعني ميتافور. سبيدي طفل ما اعترضتش يا ما بعتوا بعض زي علي وهانيا انتوا مكشوفين قصادنا زي مصلحه رانيا لا احنا زملاء ولا لاتي يا شباب انا شبرا ما تشفرتش قلت لي هرد ما تشفرتش ما توترتش قلت لك لمبه بالنسبه لي طفل ما اعترضتش يا ما بعتوا بعض زي علي وهانيا انتوا مكشوفين قصاد عرفتي علي وهانيا هنا طبيعة الحال تفرج شوف الفيلم ديال فراق وسميتو لما كان تحت السيطرة مسلسل هو تحت السيطرة علي وهانيا يعني لما كانوا مع بعض بضريبة كده بيضربوا مع بعض ورانيا يوسف يعني الممثلة حتى هي يمكن بيقصد بها حاجة تانية. يا سلام يعني بيبيعوا بعض المكسيك بيبيعوا بعض اي مصلحة رانيا يوسف لحنا زملاء ولا في رانيا يوسف قالها تحت كده احنا في حتة تانية خالص استراليا اديتك الريسبكت على اعلام فوق عشانك عارف انك عارف اني عارف جاية ازاي حبش تبقى محرج وانت بتكلمني لكن تعالى نوضح الواقع للفانز. اوه هنا 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 الموضوع على الاشهارات اللي بيعملها بيوسف احنا في حته تانية خالص استراليا اديتك الريسبكت على اعلام فودا عشانك عارف انك عارف اني عارف جاي ازاي حبش تبقى قال لي اعطيتك الريسبكت يعني لما عمل اشهار الفودافون الجوكر اعطى الريسبكت لابي يوسف يعني احترمه انت بتكلمني لكن تعال نوضح الواقع للفانز الاعلان كان جاي ويجز لكن ويجز استرخصه فقالوا نجيب فنان اقل ونقصقصه البر يعني الاعلان هنا بيقصد ان الاعلان كان ماشي لويجز وبعدين ويجز يعني مبلي الموضوع يعني ما فيش ماني قال بلاش يعني تخلى على الاعلان بعدين ابي يوسف شالو يعني هو اللي خد الاعلان يعني استرخص يعني مشوع قابو واحد رخيص يعني هنا مشكله الجوكر مش نقصه الاحمر قال النجم سعد فخلصه وهاتوا كانك هيكتب ما تسيبوش ليوسف قلم يوسف دي شعشع درب من ده مش نقص هبل جيت شفت الفرق بين مطبخ وبين مطبخنا تسلم ايد الشفع اللي مطلعها ضخمه والمهم حسن الشافعي هذا سعد ما خلص وهاتوا كانك هيكتب ما تسيبوش ليوسف قلم يوسف دي شعشع درب من ده مش نقص هبل جيت شفت الفرق بين مطبخ وبين مطبخنا تسلم ايد الشفع اللي مطلعها ضخمه والمهم يعني الفرق بين يعني بين المطبخ بتاع الجوكر يعني والتيم بتاعه يعني حاجه سميتو بغاو يعملوا الفرق يعني مين الاحسن مطبخ واش المكسيكي ولا المطبخ بتاع احمد. الانترفيو كان الاسئله لسه مكتوبه الويكس ولا كانك انت هنا فتعصبت طلعت فوق قلت لا دي اللي تسوق بس شفت الفرق بين مطبخك وبين مطبخنا تسلم ايد الشفع اللي مطلعها ضخمه والمهم ساعه الانترفيو كان الاسئله لسه مكتوبه الويكس ولا كانك انت هنا فتعصبت طلعت هنا يمكن شي انترفيو كان جالي ابي يوسف والاسئله كانت مكتوبه الويكس كانوا حيطرحوها على ويكس بس بعدين طرحها وزعل ابي يوسف ده جايب لي سيديهات غريبة قلت لا دي اللي تسوق بس نزلت زي كلب الكشب هيزلك يا جو احنا دينا داتك قاعد بتخيل معاهم هما فبركوا داتك بعدي والله بحرقهم اللي فات بنية لعبة بس ده فطرهم يا يبطلوا يشموا يشتموني يا بطلهم احنا في يعني حيبطلوا يعني يشتموا الجوكر يعني على المكسيكيين يبطلوا يشتموا الجوكر يا يعني مش حيوقف يعني حيبقى على طول بانش لاينات زي كده وميتافورات. جوكر ده قلمه رهيب في اي حاجه عايزين مواضيع في بيف في ديسات في اي حاجه عايزين الجوكر موجود. داتا قاعد التخين مع ابوه هما فابريكو داتا بعدي والله بحرمهم اللي فات بنيت لعبه بس يعني الجوكر لما غاب هما فابريكو الداتا
وقابو فهمتي فبركوها يعني فبركوها يعني مشاو خادوا المعلومات اللي عند جوكر في الداجة بتاعه وما يعني يا سلام عليك يبطلوا يشموا ويشتموني يا بطلهم يعني حينسفهم يا سلام عليك ممكن الثالثة ممكن الثالثة يا باشا بقلب قهوة فبرك قوم صببها في كيسك بقلب جملك عليك كأنها تلاميذك هقول لمارو يقول لك رد واسع سنة يا اسطى كيف هنا هنا مارو مروان على مروان فانزي فوق وراسه عالية من باروتي انت سحبة بتغطي النجوم على الواطي بقلب قهوة فبرك قوم صببها انت سحبة ولا ميتافور انت سحابة بتغطي النجوم على الواطي شفتوا على ترى لي ما فيش تراك ما فيش لي بانش لاين قويه ما تقول ليش ما تقول ليش تقولش لي تراك بس انتو احنا محايزين وعايزين نسمع مزيكا وانتو ما تسمعوا مزيكا لو طول هذا البيف هذا تسمعوا احسن موجود في الراب سين المصري بقلب جملك عليك كانها تلاميذك هقول بيقلب عليه الجمل يعني كونتر اتاك اللي معموله دلوقتي قول لك رد واسع سنة يا اسطى انت عامل زي واحدة العابنا تعملها تخيش فتنقضها عيب على سنة قوية دي قوية البانش لاين هذا زي واحدة العابنا فهمت يعني بيكون خناقة يعني واحد بغير خصوصا لو هي تحازي مشكلة صبتهم رابع عم وربهم احسن منك بتقول انك اتفرقت على راب جيم صيبنا عليك واحنا فيوزنا اكبر من فيوزك انت في حلق جيم طبعا انت مؤذي كبزنس وانت عارف ليه حط نفسك مطرح اي شركة وقول هتدفع فين والحفلات ما بتدفليش لظرف خارج عن ارادتك انت فلزك هنا 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 رجع لي على الموضوع ديال الابيوسف عشان قال لهم في ستوري انه الغاء تاع الحفلات دي كان هو رد على مروان موسى ان تلغت يعني مش ارادته يعني الاسباب يعني زي ما كنا قلنا الكورونا والموضوع ده ركت على راب جيم صيبنا عليك واحنا فيوزنا اكبر من فيوزك انت في حلق جيم طبعا انت مؤذي كبزنس وانت عارف ليه حط نفسك مطرح اي شركه وقول هتدفع فين والحفلات ما بتدفليش لظرف خارج عن ارادتك انت فلزك سد سعر جنون وكبر يحصل صرتك عملت بابا وما جيتش بالنقابه ولما فقت رحت كتفك واو 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 عاملين رابرز يمكن عاملين النقابة بتاعهم يعني في مصر مهم انتو ما وضحوا لي في التعليقات كوبك انا عدد عليك تلاتة وبالنسبة لي ميز انت مطورة اصبح خلدة مش عايز يتزايد بش 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 صرتك عملت بابا وما جيتش في النقابة ما جاش في النقابة ولما فقت روحت كان تأكيد عقابك انا عدد يمكن مشى للنقابة يعني مشى للنقابة الموسيقيين عشان يمكن ياخذ الكارت وما كان نهيم ما فقش وبعدين جاء عقابه يعني تعاقب على الموضوع ده انت بالنسبه لي ما جيت انت مطور اصبح كنت مش عايز يتزايد كل ده وانا لسه بالاصول متقيد احنا عملوك بننطح قطع انت بتبايد انا عديد عليك تلاتة وبالنسبه لي ما انت مطور اصبح كنت مش عايز يتزايد يعني هنا بيقول لي انت يعني ما بقيتيش نافع يعني المطور خلاص عندك خرب ما بقاش حيتزيت ما بقاش يجيب جديد يعني بيقصد هنا بالمطور هي ميتافور يعني وورد بلاي بس بيقصد بها يعني المطور دماغه يعني ما بقاش حتجيب الجديد يعني في الليريكس ولا في الراب سين المصري باو 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 شنو هذا انا لسه بالاصول متقيد منو بننطحك قطع انت يعني رغم كده ان يعني الجوكر يعني داير باله يعني ما مش عايز يضغط على ابي يوسف بالتراك يكون يعني جامد يعني باقي واخد بالاصول يعني تكيس عليه كيف بنقول احنا المغرب بالمغربي الان سنقول هي ممكن السالسه ممكن السالسه ممكن ام الجو مش ممكن يا المرنجي ملك الدسات مالك الدسات يا الاسطوره مش ممكن يا المرنجي باور نرجع للشوالي السالسه ممكن السالسه ممكن عملها الجوكر عملها الجوكر مالك الحضور الله يا الاسطوره مش ممكن يا المرنجي بيس اند لوف يا سلام مهم ديستراك عظمه جامد جدا جامد جدا وانتم يا شباب يا اللي بيحبوا الراب استمتعوا في هذه الفتره لازم تستمتعوا عشان تسمعوا تراكات حلوة وعظمة وجمدة وكل ما موجود عند الرابر يعني اي بيرفورمانس موجود عنده حيحطوا لكم في ليريكس وحطوا لكم كان لي بيتش ميكر حتى هم ما يحطوا احسن ما عندهم في البرود هذا هو مهم يا شباب كانت هذه هي الرياكشن على الجوكر احمد
تراك حلو يعني كل فيه كل حاجة يعني فيه كل حاجة متعلقة بال بال بالكلاش، وهذا هو اللي عايزين نسمع مزيكا، وإحنا بنسمع هذه الأيام المزيكا، استغلوا الفرصة. المهم شباب، لا عجبتك رياكشن على الجوكر ما تنساش تعمل لنا لايك وشي كومونتير حلو، ودينا تعليقك مهم عشان نبقى إحنا مستمرين في هذا المشوار إن شاء الله معكم. وعملوا لنا لايك ونشوفكم في فيديو تاني. تهلاو.